تسوق العب اربح، معادلة لا يمكن أن تتحقق إلا في مهرجان صيف دبي، وهذه المعادلة عاشها كل المتسوقين في ديرة سيتي سنتر، بحيث بمجرد شرائهم ب 150 درهم يمكن أن يستمتعوا بفرصة للدخول في لعبة طريقكم للمفاجآت ويربحون إحدى الجوائز القيمة. دبي دايما كل يوم في جديد يعني، تمام. حاجه طبعا كويسه قوي ان انت برضو مع الواتيفر اللي انت بتشتري اي حاجه انت بتشتريها او كده، في نفس الوقت في فرصه ان انت تكسب جوائز، تمام. فطول الصيف يعني او طول في دبي طبعا كل يوم في فعاليات جديده يعني، فاهم يعني، في سحوبات سواء هنا في السيتي سنتر او في بقيه المولات في دبي كلها، فطبعا حاجه كويسه جدا، او بتدي فرصه ان انت ممكن كمان مع التسوق او مع الحاجه اللي انت هتشتريها ممكن كمان تكسب جايزه، فتبقى ايه الجايزه يعني، بس حاجه كويسه يعني. يا انا واهلي جايين نتسوق، ويا بشارك بدي المسابقه اربح ايفون. تتكون لعبه طريقكم للمفاجآت من قياده كره داخل متاهه، والفائز سيحصل على فرصه للفوز بجائزه يوميه تتضمن تذاكر سينما او قسائم شرائيه وجائزه كبرى واحده يوميا. فمجرد شرائكم ب 150 درهم يمكنكم أن تكونوا أحد الفائزين بهذه الجوائز القيمة.